هتلاقوها بتستخدمها في كل الأنظمة زي المافيك زي الـ 800 زي نظام الـ CO2 هي لوحة كونفنشال بسيطة خالص بتتحكم فيه ريليز الغاز أو الطاقة الغاز تستخدم فيها طاقة الغاز بس مش عارف ده واحد منهم ولا لا شوفوا كده أنا ما أظنش ده تقريبا بتاع الفيسبوك لا خلاص هو أبيض صغير في لو كنا بصينا مثلا على الكارت الاولاني ده هتلاقي عليه مثلا الاثنين سيركت الاولانيين دول السولونويد هتلاقي مكتوب عليهم ار اي سي 1 ريليزنج ابلاين سيركت 1 و ار اي سي 2 دول الاثنين دول بتوصلوا على السولونويد بتاعي فدايما دايما لما اخش اشوف البانل دي اللي هي 4004 ار اول نقطتين عندي هيتوصل عليهم الاثنين سولونويد طيب انا السولونويد الاول بتركب على السيركت الاولانيه دي وبيكون عندي واحد احتياطي لو احتجت ان البانل دي مود اقدر اشغل بيها اكثر من زونه يعني مثلا لو انا عندي غرفتين نوبك اقدر اشغل غرفتين النوبك بلوحه واحده فاقدر اوصل على الغرفه الاولى سولونويد واحد واقدر اوصل في بعض التطبيقات لو انا عندي مثلا غرفه كبيره اقدر اوصل عليها وعندي اثنين سيستم اقدر اوصل عليها اثنين سولونويد واحد هنا وواحد هنا تمام كده؟ فالكارت الاولاني ده هو عباره عن كارت باخد بطلع منه داتا تمام كده؟ خلينا نقول مثلا اللوحه دي عباره عن انبوت واوت يعني مدخول وخروج حاجات بتخش للوحه وحاجات بتخرج منها ده العقل بتاعي يعني خلينا نبسط الموضوع ده العقل بتاعي العقل بتاعي بيدخل له مدخلات ثم تخرج مخرجات انا مثلا بشوف وانا راجل سايق العربيه بشوف قدامي عربيه ادت فرماله او اللمبه الخلفيه بتاعتها نورت فدخل مخي مدخل ان الراجل ده وقف اوتوماتيك مخي بيدي امر رجليا بطلع فرامل خلينا نقول مثلا اللوحه دي نفس الكلام كده عباره عن عقل هذا العقل بيدخل له مجموعه من الاوامر مجموعه الاوامر دي بتخش عن طريق الانبوت ديفايسز او اجهزه اللي هي البت عندي فانا عندي الكواشف عباره عن اجهزه بت تمام كده عندي المانوال ريليز عباره عن اجهزه بت عندي الهيت ديكتور عباره عن اجهزه بت عندي الابورت سويتش عباره عن اكشن بادل للوحه تمام كده كل دي اجهزه عباره عندي برضه المينتنس سويتش بشغله بدي امر للوحه اللوحه تتعامل بشكل معين حلو كده طيب لو انا مثلا اللوحه دي ركبتها في غرفه زي كده بتكون غالبا راكبه في قلب الغرفه او بره الغرفه طيب وهي عندي الكواشف دي تركب في السقف وبوصلها على اللوحه لو جينا قلنا نظام ال اف 800 ونظام النوبك او نظام السي او 2 اشتغل ازاي؟ طيب نظام السي او 2 او نظام النوبك او نظام الاف 800 عباره عن مجموعه من الاسطوانات بتحميلي محيط غرفه معينه الاسطوانات دي بتكون اسطوانه مليانه بالغاز مع والله الهيدر ده متوصل بمجموعه من المواسير على نوزل عشان افعل النظام ده بيكون عندي راكب عندي نظام ديتكشن نظام انذار عباره عن كواشف هذه الكواشف موجود لها في عندي بيكون جرس بيكون جوه هورن ستروك وفي هورن بره الغرفه انا عايز اشغل نظام النوبك ده فبشغله ازاي؟ عندي مجموعه الكواشف في حالة حدوث حريق بتستجيب للدخان ثم تدي إشارة للوحة من جوه اللوحة تبدأ تديني أكشن على إنها تفعل السولونويد بتاعي طيب خلينا نفترض مثلا نقول السيكونس كونفيجريشن بتاع اللوحة لو أنا عندي مثلا نظام إنذار في مفاتيح إيه؟ حد ما مفاتيح شباب مفتاح عادي يعني قصدك؟ أي مفاتيح ساهر انا مش عايز بس لا عكس فوقي طيب
سيارته. فاللوحه ما بيحصل لها مثلا ديتكشن لاي انذار، بتبدا اللوحه تديني الزونه لو لا تشتغل، تبدا اللوحه تديني بلينكينج. لو شغلت اللوحه الثانيه بتديني انذار ثاني في الزونه الثانيه، ثم تاخذ التايم ديلي بتاع اللي هو وقت التاخير حوالي 30 ثانيه، ثم يبدا يحصل ايجنت ريليز حسب ما البرمجه بيروح. تمام كده؟ 30 ثانيه ده طايره براحتك يا باشمهندس؟ اه طايره براحتك، ده هتخش لها في جزء البرمجه تاني. ده طبيعه اللوحه بكل بساطه. اللوحه دي عباره عن لوحه بسيطه خالص غير معنون، بتشتغل على اعتاق الغاز. عشان اعتاق الغاز لازم اخد اشاره من كواشف الغرفه نفسها ان في حريق فعلي، ثم اللوحه تبدا تتحرك او العقل اللي هو اللوحه تبدا تتحرك، بيبدا تديني اشاره للسولونويد عشان يشتغل، عشان يضرب السولونويد بتاعتي. طيب استكمالا زي ما قلنا، اللوحه بتكون عباره عن لوحه اللي هي العقل المفكر للنظام، واللوحه دي بتتكون من مجموعه من الكروت. الكروت دي قلنا الكارت الاولاني عباره عن ثلاث كروت رئيسيه. الكارت الاولاني بيكون عليه اول اثنين يونتس اللي هي عباره عن توصيل الار اي سي اللي هي السولونويد، ثم بعد كده بيركب عندي الالارم بيل، الجرس بيكون ثالث واحده، بعد كده الهرموستروب بيكون رابع واحده. يبقى اذا الكارت الاولاني عباره عن السولونويد والجرس والهرموستروب، معناها الكارت ده كارت اخراج. اللوحه بتدي مجموعه من الاوامر لهذا الكارت، الكارت ده بيخرج لي اشارات، بيديني اكشنز، معناها بيطلع لي اشاره السولونويد عشان اضرب الاسطوانه او اضرب الدروج بالف او او او، وبيطلع لي الجرس بتاعي عشان الناس تسمع الصوت في جوه الغرفه، وبيطلع لي الهرموستروب عشان الناس تسمع الصوت بره الغرفه. تاني كارت عندي اللي هو الاي دي سي. الاي دي سي اللي هو ايه؟ الشيشنج ديفايسز، اللي هي الاجهزه الباقه اللي هي المدخل للوحه. فانا عندي بيكون عندي مثلا مجموعه الكواشف اللي هي زون واحد وزون اثنين، اللي هي مثلا بيكون عندي مثلا كاشف هنا وكاشف هنا، او مثلا لو عندي 10 كواشف في الغرفه، ال10 دول عباره عن خمسه بتوصلوا على زون واحد وخمسه ثانيين بتوصلوا على زون اثنين. تمام كده؟ يبقى خمسه زون واحد وخمسه زون اثنين بطريقه الكروس زونين. كروس زونين معناه ايه؟ معناها مثلا يا شباب انا عندي مثلا الغرفه بهذا الشكل، او لو في حاجه. طيب انا عندي مثلا غرفه بهذا الشكل، بتحط فيها جهاز 2 3 4 5 6. التوصيل ما بيكونش بيكون بهذا الشكل كده كروس زون، بحيث ان انا مثلا لو حصل حريق في المنطقه دي كده مثلا، وحصل حريق في الجهاز اللي جنبه، تمام كده، لازم اؤكد الحريق بجهاز، ثم الجهاز اللي جنبه هو اللي يشتغل، هو اللي ياكد الحريق. لو حصل حريق هنا مثلا، لو حصل حريق هنا، لازم الدخان ينتشر من هنا يوصل لايه؟ يوصل للجهاز التاني. مش معنى ان واحد مثلا جاء مثلا ولع سيجاره او حصل تراب في الزون الاولاني دي، معناه ان اللوحه تشتغل وتضرب الغاز بتاعي، لان الغاز بيكون غالي، او تفعل لك الميه، او تفعل لك الدروج بره، تفعل لك السودو. لازم يشتغل جهاز من هنا وجهاز من زون تاني. للتاكيد. للتاكيد. الجهازين يا باشمهندس نوعهم عادي اثنين عادي اثنين سموك اثنين زيت، مش فارقه. زي ما انت مش فارقه. للتاكيد للتاكيد. ايوه هنا هنا غير اللوحه دي. هنا احنا زي ما قلنا اللوحه دي بسيطه، بتشتغل في محيط معين، مش بتشتغل على مبنى كامل. كلوز دايره صغيره. تشتغل على غرف صغيره محدده، تشتغل على سيستم محدد. يعني مثلا عندي مثلا الدروج بالب مثلا على ترانسفورمر مثلا، انا عايز اشغله مثلا لما يحصل لا قدر الله حريق على ترانسفورمر، ترانسفورمر يدي اشاره للوحه تبدا تشغل المايه مثلا، او تبدا تشغل السيستم. يعني هذا الفرق بين اللوحه هذه، اللوحه هذه تاخذ الاكشن، هذه تعملك تمدلك، هذه تاخذ دي 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 برضه بتعمل اكشن. يعني عايز اقول حاجه مثلا، دي ممكن تاخذ اكشن ودي ممكن تاخذ اكشن، لكن في فرق. دي لوحه ادريسابل بتغطي لي معنوي، بتغطي لي محطه بالكامل. انا عايز اقول مثلا لو جينا نتكلم في فلسفه الانذار والاطفاء في سكيكو بشكل عام، اللي عباره عن ايه؟ لو بنتكلم مثلا على سب ستيشن، في سب ستيشن مثلا في الشرقيه وفي سب ستيشن في الوسط. الشرقيه بشكل عام بيفضلوا ان المحطه كامله تكون عليها لوحه واحده بس. بالظبط. تمام كده؟ السب ستيشن كامله بيكون فيها لوحه مثلا او لوحه 4010 4007 4100.
ثم هذه اللوحة هي برضو لو فيها غرف نوفك هي اللي تشغل النوفك. تمام كده؟ فأنا عندي نوعين مثلا في الشرقية، لو هناخد مثال مثلا الشرقية والوسطى. الشرقية الاي سي دي هناك بيفضل ان اللوحة تكون لوحة كبيرة. تمام كده؟ هذه اللوحة بتحمي المحطة كلها انذار واطفاء. بس في فرق. الفرق ايه؟ ان انا مثلا عندي لوحة غرفة البتري، عندي غرفة الكوميونيكيشن، عندي غرفة الكنترول، عندي الممرات، عندي الحمامات، عندي الترانسفورمر بره. كل الاجهزة دي متوصلة على اللوحة الرئيسية. تمام كده؟ لكن عندي مثلا في غرفة البتري عندي مثلا 2 كاشف. الكاشفين دول ببرمجهم في قلب اللوحة ان هم اما يشتغلوا اللوحة دي بيكون متوصل معاها حاجة اسمها الليزين كارت. كروت اطلاق كانها سولونويد بالظبط. كروت الاطلاق دي بتطلع ل 24 فولت عشان تشغل السولونويد. يعني شفت الفرق؟ انا في الشرقية مثلا بحط لوحة كاملة 4010، هذه اللوحة بيكون متوصل عليها كافة الكواشف الموجودة في المحطة. طيب لو جات لي إشارة مثلا من كاشف في الترانسفورمر، ثم جالي إشارة من كاشف تاني في الترانسفورمر، اللوحة بتتبرمج على إن لما يجيلي إشارة من الكاشف ده وإشارة من الكاشف ده، أدي إشارة للريليزنج كارت اللي متوصل على اللوحة، الريليزنج كارت يدي إشارة، أو كارت الإعطاف يدي إشارة للسولونويد الخاص بغرفة ترانسفورمر ان يبدأ يطلق الغاز. يعني الريليزنج كارد يا باشمهندس بيقوم بعمل السوبر بيقوم عمل ريزنج بل. تمام كده؟ طيب مع بعض. طيب الافضل يعني تكون مجزئه ولا لا؟ والله دي لها حل، دي لها عيوب ولها مزايا ودي لها عيوب ولها مزايا. يعني والله حضرتك خلينا اشرح الجزء الثاني وهرجع للنقطه دي. احلى لما تكون هي واحده. نعم. تكون واحده مشبوكه عليها، لو تعطلت اللوحه النظام ما راح يشتغل. النظام ما هيشتغل. لكن هذه لو كانت كل غرفه لحالها وتعطلت اللوحه الرئيسيه النظام ما يشتغل. ايوه نفس الكلام. هي دي النقطه الرئيسيه. يعني انا عندي مثلا لو راح اتحكمها في المحطه بشكل كامل، لا قدر الله اي عطل ما اللوحه وقفت، فحتى نظام الاطفاء نفسه واقف. ما بقاش حاجه اسمها ستاند الون. انما في الوسطى مثلا يقول لك لا انا عايز تعمل لكل لوحه لكل غرفه نوفي. انا عندي مثلا كوميونيكيشن ترانسفورمر باتري سويتش جير لكل غرفه من دي كلها لوحه زي كده صغيره. صغيره. ثم هذه اللوحات يتم عملها يتم توصيلها باللوحه الرئيسيه، يتعمل لها انترفيسنج باللوحه الرئيسيه. ففي حاله ان اللوحه الرئيسيه دي عطلت لا قدر الله حصل لها اي مشكله، غرف اللوحات النوفك او لوحات ال شغاله مع نفسها ملهاش علاقه. ده نقطه من النقاط. الانترفيسنج يا باشمهندس مونيتورنج بس؟ لا الانترفيسنج مونيتورنج فقط. يعني احنا مثلا اللي انت شايفه قدامك ده عباره عن انترفيسنج. انترفيسنج معناها ان انا بوصل اللوحه الموجوده عندي بانترفيس مديول على اللوحه الرئيسيه، بيديني ثلاث حاجات. بيديني ترابل اذا كان في ترابل في اللوحه دي، بيديني الفاير الارم 1 انذار واحد، بيديني الانذار رقم 2. تمام كده؟ ففي الوسطى هنا بفضله في الوسطى على حسب الاي ستي في الوسطى بيفضل ان كل غرفه فيها اطفاء يتم حمايتها بلوحه كونفنشنال زي كده، ويتم توصيل اللوحات دي بانترفيس مديول او تو بي انترفيس اللي هي تلاحظ اللوحه دي باللوحه الرئيسيه اللي موجوده في قلب المحطه. الشرقيه لا، يقول لك هي لوحه واحده بتشغل لي الانذار وبتشغل لي الاطفاء بتاع المحطه كده. هو هناك في الشرقيه وجهه نظره يقول لك انا عايز اتحكم في النظام كله من شاشه واحده. من شاشه واحده. انا لما اروح المحطه اقف قدام اللوحه يبقى انا شايف كل حاجه قدامي. ما اضطريش ان انا مثلا يبقى عندي مثلا خمس مناطق محميه بالغاز، يبقى عندي مثلا لوحه رئيسيه وجنبها خمس لوحات. فراح اتلخبط امسك اللوحه دي واللوحه دي واللوحه دي. لعلي يعني ممكن اقول لك انا ممكن اتلخبط مثلا واتلخبط ما بين اللوحات دي ودي. تمام كده؟ فنرجع تاني. زي ما احنا قلنا دي الكارت بتاع الاوت بيطلع باللوحه اوت بوت. الكارت ده خاص بالديفايسز كامله، خاص بالكواشف زون 1 زون 2 زون 3 زون 4 لو عايز ازود اكتر من زون عندي. تمام كده؟ عندي الكارت الاخير اللي هو خاص بيه بركب فيه البريشر سويتش اللي بركب على السيستم،
بركب فيه عليه لو بريشر سويتش اللي هو بيديني اشاره ان الاسطوانه حصل فيها اللزقه اللي فيها، بيكون متوصل هنا على اللو بريشر سويتش، هنا بيكون متوصل على الديسشارج سويتش. في حاله ان الغاز طلع من الاسطوانات يكون عندك فيه الديسشارج سويتش هناك فوق الهيدر كده، بتبدله اشاره. الغاز لما بيطلع من الاسطوانه بيعمل ايه؟ لازم يديني اشاره على الديسشارج سويتش او مفتاح اعطاق ان الغاز ساب الاسطوانه وطلع. فهمتني؟ يعني انا ممكن يكون عندي مثلا السيستم نفسه الكاشف رقم 1 اشتغل، الكاشف رقم 2 اشتغل، اداني اشاره للسولونويد، السولونويد اشتغل، لكن لسبب ما الغاز ما طلعش من الاسطوانه. فلازم يكون عندي مفتاح اللي هو الديسشارج سويتش ده يؤكد لي ان الغاز طلع من الاسطوانه، وفي نفس الوقت اديني الاشاره بتاعتي اللي هو الجاز الفيز. ثم عندي الباور سبلاي اللوحه بتديني امكانيه ان اخد اوكزيلري باور سبلاي 24 فولت اقدر اشغل بيه اللي انا عايزه. طيب معلش الخروج الغاز ده عينه في اللوحه ولا بيديني جاز ريليز هنا؟ بيديني جاز ريليز، اشاره جاز ريليز، والاشاره دي بتكون متوصله على اللوحه الرئيسيه اللي هي لكن انت لما بتيجي تقف قدام اللوحه بيديك ان حصل ايه؟ ايجنت ريليز. بيديك علامه هنا ان حصل اعطاق للغاز هنا. تمام كده؟ طيب الشاشه دي عباره عن ايه؟ شاشه اللوحه بيكون فيها زون واحد، والزون واحد دي بتقسمها لحاجتين. بتلاقي اللمبه اللي فوق دي بتكون في حاله انها اشتغلت بتديني احمر، معناها انذار، معناها انذار حاله حريق. دايما في العادي ان الاحمر انذار، الاصفر حاله ترابل. تمام كده؟ ففرضا لو انا شلت مثلا بطاريه هنا مثلا بهذا الشكل كده مثلا، بتاخد لها مثلا حوالي 30 ثانيه ثم تستجيب اللوحه للانذار، عشان مش شرط ان انا شلت ورجعت تاني. تمام كده؟ فاي زونه من دي بيكون عليها النقطتين، اللوحه كونفنشال طبعا ما بتدينيش قرايات زي اللوحه اللي عندي دي. فالمفروض ان يكون عندي مثلا لو انا عندي مشكله في الزون واحد، عندي مثلا يقول لك سيستم ترابل. لو على زون واحد. لما بعمل شورت كات على زون واحد اللي هو السيكونس اوف اوبريشن. سايلنت للسيستم، معناه ان انا بسكت فقط الاصوات بتاعتي. بتبدا اللوحه تديني الصوت اللي انت شايفه ده وتديني بلينكينج. عايز اسكت الصوت ده لازم اعمل اكنولج، اعمل اكنولج على اللوحه. تمام كده؟ بعد كده لازم اروح اشوف ايه المشكله. فهنا بيقول لي زون واحد فاير، معناها ان انا لازم اشوف الزون واحد فين. الكاشف ده هلاقيه مثلا منور واستدي زي ما المهندس احمد قال بيكون باللون الاحمر، اشوف فيها بالغرفه. طبعا هنا انا مش محتاج العنوان اللي موجود في اللوحه دي، لان انا بتكلم على نظام نوبك موجود في لوحه زي صغير صغير فانا شايف لا بابا شايف الخمس اجهزه على العشر اجهزه، فبحدد الجهاز اللي عليه مشكله. لو هو